لدي سؤال الكثير من يتساءل عن إجابته. نعم. ما هو أسس الزواج الصالح؟ ما هو بناء الزواج الصالح؟ نعم. وكيف طيب. أجد الزوجة الصالحة؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة اليوم كثير من الشباب ضائع بسبب عدم وجود تصور في دماغه للزواج. ما هو الزواج؟ الله عز وجل عندما خلق سيدنا آدم خلق له زوجة، قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن في الإسلام لا يوجد علاقات صداقة، لا يوجد علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج أبدا. حتى في الجنة الله تعالى يقول لا يقول لهم نساء لهم صديقات لهم، لا، لهم أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أزواج مطهرة. إذن الزواج هو الأمر المعترف عليه من الإسلام، ما دون ذلك سيدخلك في مشاكل كثيرة جدا. المساكنة والصداقات والعشق والهوى كله يدمر الدماغ علميا، تتحدث نحن علميا. طيب اليوم قبل أن يختار الزوجة الصالحة هذا الشاب، وهذا الكلام ليس فقط لك يا ابني علاء الغالي، إنما لكل الشباب، يجب أن تغير تصورك عن الزواج. الزواج يهدف لإرضاء الله أولا وتطبيق سنة النبي. النبي ماذا يقول؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات الله. يجب أن أنظر للزواج أنه معجزة من معجزات الخالق، وليس مجرد غريزة أطبقها وتنتهي في اليوم الثاني، لا. ومن آياته أن خلق لكم ماذا؟ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب، إذن الهدف الرئيسي من الزواج السكون لتسكنوا إليها، الهدف الثاني المودة، الهدف الثالث الرحمة. اليوم هذه الأهداف الثلاثة غالبا افتقدناها. لماذا؟ لأننا غيرنا نظرتنا إلى الزواج، أصبح الزواج عبارة عن ممارسة لغريزة حيوانية، ممارسة لشهوة مؤقتة، نبحث عن الفتاة الجميلة والغنية وذات الشهادات العالية وذات المنصب وذات العائلة وإلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تنكح المرأة لأربع، وهذا عمود من أعمدة اختيار الزوجة الصالحة. لمالها، لجمالها، لحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن أنا ينبغي أن أبحث عن الدين. لماذا؟ لأن الدين، الزوجة التي تراعي حق الله لن تظلمك أبدا. هذا رقم واحد. الزوجة التي تخاف من الله لن تخيفك ولن تؤذيك ولن تجحد حقك، ستراعي حق الله فيك. الزوجة التي ذات الدين عندما يقول لها القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تقتنع، هذه الزوجة عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي يبات أو يبيت زوجها وهو ساخط عليها لا ترفع لها صلاة ولا تقبل لها صلاة، تخاف وتسرع لإرضاء زوجها، وهذا هو المطلوب. يعني أنا أتزوج لماذا؟
أنا أتزوج، الهدف النهائي أن أبني أسرة تعينني على الدنيا، لا أن تأتي بامرأة تكون هي ومصائب الدنيا عليك. فلذلك يعني أنا أقول بالنسبة لكل الشباب الحائر الضائع اليوم للأسف بسبب الإعلام الإلحادي، اليوم نحن نتلقى كميات جرعات هائلة من الإعلام الملحد الذي أنساك الله، أنساك الآخرة، أنساك الموت، جعلك تنغمس في الشهوات والملذات. صحح نظرتك للزواج أولا، تعامل مع الزواج على أنه مشروع يهدف لإرضاء الله ولدخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الزوجة الصالحة درع من النار. أكثر دعاء النبي كان يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا رسول الله حسنة الآخرة هي الجنة، فما هي حسنة الدنيا؟ قال الزوجة الصالحة. فلذلك الغريزة والشهوة والجمال وكذا هذا يتبخر خلال الأيام الأولى. الذي يبقى عقيدة هذه المرأة، ماذا يوجد في دماغها، تربية هذه المرأة، أصل هذه المرأة، خوفها من الله هو الذي يبقى. فالمرأة التي تخاف من الله لا تخاف منها. والنبي شجع قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فاليوم أيها الأحبة يعني هذا السؤال يحير الكثير من الشباب، وكثير يعزف عن الزواج بسبب أنه ينظر للزواج على أنه شيء مادي بحت، يحتاج إلى تكاليف، يحتاج إلى مصاريف كثيرة، يحتاج إلى إمكانيات كذا كذا. لا، الزواج ببساطة هو مشروع يهدف لإرضاء الله ورسوله. وبالتالي أنا ضمن هذه النظرة أستطيع أن أختار الإنسان المناسبة بإمكانيات ولو كانت متواضعة، المهم أن تكون ذات خلق ودين، و يعني هذا هو المقياس الذي يجب على الشاب أن يقوم به. والشيء الأهم أن يعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شيء معجز، آياته أي معجزاته، يعني الله عز وجل وضع لك آية على الأرض تتفكر فيها هي الزواج، أن تنجب ذرية صالحة. هذا الولد سيدعو لك بعد موتك. يعني دائما انظر للزوجة على أنها وسيلة سخرها الله لكي تنجب منها ذرية صالحة ليدعو لك هذا الابن بعد موتك. الولد قد يكون قد يشفع لأبيه، قد يدخله الجنة إذا كان ولد صالح. وبالتالي يجب أولا باختصار يعني ألخص الجواب على هذا السؤال، أن تغير نظرتك للزواج من نظرة مادية وتكاليف وتعقيدات وكذا إلى نظرة أنك ترضي الله وأنك تقوم بهذا العمل من أجل الله وحبا في النبي وتطبيقا لسنة النبي، وأن يكون هدفك أن تنجب هذه الذرية الصالحة، وأن تكون أنت وذريتك وزوجتك في الجنة إن شاء الله. هذا هو الهدف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على شباب المسلمين وأن يبصرنا بهذا الدين الحنيف. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.